عندما قلنا الأزود نقصد سوء الفعال وقبح العمل الذي حصل من مجون وابتذال في وسط بغداد عاصمة الشرق. أنت ما تفتح مشكلة بيك، روح راجع نفسك. يقول لك أسود، يجوز ده يحكي على الهالات السوداء اللي بيك يا أخي. يعني باكر أكبر من واحد من هاي العقول الطنيرية يقول لك قواد هم مفوج تقلب الدنيا. افتهم 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 ابني افتهم. القواد هو الذي يقود الإنسان ويعبره الشارع. عندما قلنا الأزود نقصد سوء الفعال وقبح العمل الذي حصل من مجون وابتذال في وسط بغداد عاصمة. ولهذا من القرآن الكريم عندما مدح سيد الكائنات قال وإنك لعلى دين عظيم. إيش قال؟ خلق 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 عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. شوف انظر القرآن ماذا يقول، وعندما يمدح خاتم الأنبياء يمدحه بالأخلاق لو بالدين. نعم هو صاحب الدين، ولكن أريد أقول الجوهر الدين أين؟ وهو أيضا عندما قال بكلمات الفريقين قال إنما بعثت إما لأتمم، والصحيح بمكارم الأخلاق مو لأتممه، مكارم الأخلاق لا بمكارم الأخلاق. يعني قبلي كان أكو أخلاق، ولكن هذه الأخلاق العالية في القمة من جاء بها؟ جاء بها سيد الكائنات. آمين إن شاء الله. نعم لعنك الله يا شيخ. هو هذا هو أحسنتم. هذا هو أسلوبكم. ولذلك ولذلك قلت على كل خير لأنني عرفت ماذا يريد. أحسنتم. نعم. والله كونوا على ثقة، أدخلت السرور على قلبي. الله يعلم لماذا، لأني أنا أمدح عليا وأنت لمدحي عليا أخذك ماذا؟ أخذك البغض. شوفوا، وإلا أنا ماذا فعلت بينك وبين الله؟ ماذا قلت؟ نعم الشيخ كمال. نعم تفضلوا تفضل نسمعه. والله حساف ان اسمك كمال، انت مفروض تسمع. طيب شكرا شكرا شكرا. لا هو هذا الاسلوب الذي نحن لا رجاء دكتور. طيب. رجاء خلي تتكلم ما تريد. طيب. تكلمي اختي تكلم. الله قبحك الله يا حيوان يا حقير. خلي تتكلم. واقعا اتركوها حتى يتضح بانه المستوى الذي ربي عليه هؤلاء. نعم. والله يعلم انا بيني وبين الله اعذر هذه الاخت، واقعا اعذرها. انا يقين عندي بانها ايضا طالبه للحقيقه. نعم. ولكن ملئت حقدا على اهل البيت، ولا انا ماذا قلت؟ ولو وقفتم عليها تقولون واقعا سيد اخوي يقول واقعا سيد بل واقعا سيد اخوي. وما اتهمه احد شنو؟ لا بالخروج من الدين ولا بالخروج من المذهب، ولا صار شنو؟ ضال مضل ولا ابدا. هذا يكشف لك ان هؤلاء الذين يستعملون هذا الاسلوب، الله يعلم الحديث مو معي، لان البعض يقول سيدنا هواي انت تقول هذه القلا. انا دا اتكلم بشكل شنو؟ عام. هذا المنهج انا دا اخالفه، الله يعلم، لانه انا لا اعتني بمثل هذه الكلمات التي تصدر هنا وهناك، حتى لو كانت من اعلام فضلا عن اصاغرهم. أنا ما معتني بهذه القضايا. ليش؟ لأنه عندي شاخص أمامي ما أفهمه يحفظ كرامة أهل البيت ويحفظ إنسانية أهل البيت ويحفظ أخلاقية وسيرة أئمة أهل البيت. هذا هو ميزاني أبدا. وعندي الاستعداد أن أذهب أكثر من بعيدا 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 في خدمة أهل البيت. من أراد فليقبل، ومن أراد ماذا؟ فليرفض. ولكن الذي أقوله أنه الذي يريد أن يرفض فليرفض بمنهج ماذا؟ علمي، وأسس علمية، ومنطق علمي، حتى بحمد الله تكون أجواءنا أجواء ماذا؟ أجواء علمية، أجواء أخلاقية. الأخلاق العلمية هواي مهمة عجائب. الآن تجدون في السياسة هماتين من يريدون يتنافسون يقولكم عليكم أن تحفظوا شنو؟ الأخلاق في المنافسة. فما بالك ونحن نريد أن نعلم الناس ماذا؟ الأخلاق، ولا أخلاق فيما بيننا. أي منطق هذا؟